نوبيليس معا نصنع المستقبل. أسعد الله مساكم، عيدكم مبارك. فيما يخص أحوال الطقس خلال يوم الغد، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب عودة الأمطار إن شاء الله على الواجهة الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية تحت وقع رعود على شكل زخات إن شاء الله، بينما على الواجهة الغربية أجواء مغشاة طيلة النهار. خلال الليل عودة السحب المطرة أمطار ستلتحق على الواجهة الغربية تكون معتبرة إن شاء الله. خلال الليل أجواء شبه رعدية وهذا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، وأجواء مشمسة على الجنوب الكبير مع تطاير لرمال على الصحراء الوسطى إلى غد أقصى الجنوب. 6 درجات خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد على المشرين عامة والبيض، مقاييس ما بين 13 إلى غد 14 درجة على الواجهة الساحلية، 17 درجة على بشار وتندوف، 19 درجة لكل من أدر وإن صلح، لتقارب 24 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في تراجع تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة على المرتفعات والهضاب، 18 درجة فقط على تيزي وز والبويرة حتى على ولاية تيارت، 20 درجة على العاصمة، 30 درجة على ولاية غرداي، 31 درجة على كل من تندوف بشار تمن راست، ترتفع إلى 40 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر من قليل اضطراب إلى مطر محليا خاصة أواخر النهار تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا، أين أمطار كذلك على تونس مع 27 درجة، أجواء مشمسة على طرابلس مع 25 درجة، نفس الأجواء على القاهرة مع 33 درجة، أجواء مغشاة على كل من يامي نجامينا والخرطوم مع 42 درجة، أجواء غائمة بسحب سفلى كثيفة على العيون المحتلة مع 26 درجة، أجواء مشمسة على نواقشط مع 23 درجة. وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 7:37 دقيقة، وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، صحة عيدكم والسلام عليكم.